أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: الكافر يقتص له من المسلم، فكيف ذلك؟ هل يخفف له من العذاب؟ الله أعلم، الله أعلم. المهم أن القصاص يجري يوم القيامة بين الناس من باب إقامة العدل، أما كيف يقتص الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.